متوهمين انه يعطون غطاء لاسرائيل حتى تيجي تضرب، ترى واهمين والله. لا خلى النار تاكل نص اسرائيل. بالطريق كنا نشوف مجموعات من جنود وضباط الجيش السوري تراجع، قسم بدون سلاح، قسم حاملين سلاح، قسم بدون خوذة فولاذية، قسم بدون سلاح وخوذة فولاذية، يعني جيش مو جيش، مجموعات مهزومة. ولذلك عند حصول الهجوم تراجعت الألوية المدرعة السورية من دون قاعدة تستند إليها، الأمر الذي أدى إلى تدمير دباباتها. يعني رغم القتال المجيد اللي قاتلوه في الأيام الأولى، ولكن عندما قام الإسرائيليون بالهجوم المقابل وتمكنوا من تدمير القوات المدرعة السورية، البقايا تراجعت بهذا الشكل اللي قلناه، وكانوا متجهين باتجاه دمشق. لولا أن يصدموا باللواء المدرع 12 العراقي التابع للفرقة الثالثة وصارت معركة طاحنة هناك، توقفوا الإسرائيليين عن تقدم باتجاه دمشق. في 29 أكتوبر كان العدو الإسرائيلي يتعقب بسرعة كبيرة على محور القنيطرة الكسوى دمشق ما تبقى من التشكيلات المدرعة السورية التي خسرت معظمها من 80-90% من دباباتها التي كانت تتراجع من دون انتظام، بينما كان اللواء العراقي المدرع 12 يتقدم مسرعا لتغطية تراجع القوات السورية، فاصطدم بالألوية المدرعة الإسرائيلية في منطقة تل الشعار، تل العدسية، تل الحارة، فدارت معارك طاحنة تمكنت فيها القوات العراقية من صد هجوم وتوقيف خطة قطع طريق درعا دمشق. علما احنا القيادة العراقية الحقيقة تعاملت مع الموضوع الحرب اللي صارت واللي فوجئت هي به بأفضل ما يمكن، وأرسلت كل ما تستطيع من طائرات، من دبابات، من مدرعات، من قوات، أفضل قوات دزتها. وعندما ما كانت موجودة ناقلات دبابات كافية، كانت الدبابات قسم الألوية تمشي على السرف لمسافة 1500 كيلومتر، وهذا الشيء يعني لم يحدث سابقا. وفعلا الجيش اللي وصل إلى دمشق أول نهايته كان بعد بغداد. أرعبت طائرة عراقية واحدة إسرائيل، فاخترقت قاذفة القنابل الطائرة بوليف 16 المجال الجوي لدولة الاحتلال، وقصفت مناطق عدة بمدينة نتانيا قبل أن ينفذ طاقمها مناورة لتحويل طائرته لصاروخ موجه، قتل عشرات الإسرائيليين بهجوم استشهادي في حادثة ما زالت محل بحث وتمحيص. تقارير الاستخبارات الإسرائيلية التي ما زالت عاجزة عن إجابة سؤال كيف استطاعت الطائرة العراقية الاختراق والقصف وتدمير المواقع في ظل شلل نظام الرادارات وقدرة الطائرة على تدمير الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي واجهتها. فوجئت بها إسرائيل بشن طائرة جوية عراقية هجوما عميقا على أراضيها في 6 يونيو، حين وصلت طائرة عراقية من فوق جبال الأردن تتقدم غربا نحو جبال الضفة الغربية عند 6 صباحا، بظل عجز أي رادار إسرائيلي عن تحديد هويتها، رغم تأكيد الكشافة الإسرائيليين أن طائرة كبيرة وغريبة تتحرك داخل الأجواء. لكن الطائرة واصلت سيرها دون انقطاع إلى السهل الساحلي حتى وصلت أجواء مدينة نتانيا، حيث قصفت 3 قنابل كبيرة أصابت بها مبان في منطقة شوارع هيرتزل ورازيل، وألحقت دمارا واسعا رغم عدم انفجارها لأسباب بقيت غير معروفة إلى الآن. إلا أن الأضرار كانت جسيمة بتدمير فرع مصرفي جديد بشارع هيرتزل، إضافة لمقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين. ومن نتانيا اتجهت الطائرة شمالا وشرقا حتى وصلت مغدالها عيمق وهاجمت مركزها التجاري، حينها أطلقت البطاريات المضادة للطائرات قذائفها، لكن الطائرة العراقية
ردت بإطلاق النار ودمرت كل المضادات الجوية التي استهدفتها، حتى وصول سرب طائرات إسرائيلية 117 ميراج، وأطلقت صواريخ جوية أصابت إحداها الطائرة التي أصر طاقمها على القتال حتى اللحظة الأخيرة، عندما قرروا تحويل القاذفة لصاروخ موجه، فنفذوا عملية استشهادية ووجهوا الطائرة لتسقط بقلب قاعدة عسكرية بمعسكر إسرائيلي مزدحم، ما أدى لقتل 14 من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، ثم قتل 2 آخران في وقت لاحق جراء انفجار متأخر لإحدى القنابل. تقارير إسرائيل العسكرية أرجعت نجاح الطائرة العراقية بالتسبب بأضرار كبيرة، ليس إلى تطور القاذفة العراقية فقط، بل إلى ما وصفه الإسرائيليون بعقيدة الطيار العراقي الذي فضل تنفيذ مهمة كاميكاز انتحارية ويقتل الإسرائيليين على أن ينفذ هبوطا اضطراريا ويصبح أسيرا. التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية تحدثت أيضا عن أنه لو كان لدى الطيارين العراقيين معلومات استخباراتية أفضل لكان بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بالجهد الحربي الإسرائيلي، وحينها ربما كانت تلك الحرب ستحصل على اسم آخر غير الأيام الستة. وأنت ما رأيك؟